السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أتمنى من الله أن الجميع يكون بخير، وأحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتابعني، كلكم كلكم بلا استثناء. ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين يا رب العالمين. بسم الله وعلى بركة الله. أنا معاكم النهاردة من أجمل 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 الأماكن، أقول لكم إيه، في السعودية في الجنوب. بسم الله ما شاء الله، أنا النهاردة في مكان يا جماعة بصوا مهما اتكلمت مش هقدر أعبر عن جمال المكان. بصوا هو هيتكلم عن نفسه، هنمشي مع بعض بقى واحدة واحدة نشوف المكان الجميل اللي أنا فيه. هنقول بسم الله وعلى بركة الله ونمشي مع بعض كده ووريكم المكان ده. معقولة المكان ده موجود في السعودية؟ أي والله العظيم المكان ده يا جماعة موجود في السعودية، وبالتحديد يعني بعد وادي بن هجبل بسبعة كيلو. المكان ده اسمه وادي بيشة، أكيد أكيد كتير من السعوديين يعرفوه، وخصوصا الناس اللي في الجنوب. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، المكان تحفة، سبحان من خلق فأبدع. أنا شفت حد مصور المكان ده، مقطع فيديو صغير قوي، حد بعتهولي على الواتس، عجبني بصراحة. يعني المهم نويت من ساعة ما شفت المقطع، أنا شفت المقطع امبارح، رحت النهاردة بعد العصر، خدت أولادي وخدت السواق ورحت. بصراحة يا جماعة والله العظيم والله العظيم، بصوا المكان عبارة عن طاقة إيجابية، عبارة عن جمال، عبارة عن سحر بصراحة. زي ما انتوا شايفين اهو، سماء وغروب شمس وخضرة وماء وام عبود الوجه الحسن. بسم الله ما شاء الله، والله العظيم يا جماعة المكان ده جميل جميل جميل، لا تتخيلوا كم الراحة النفسية اللي أنا ارتحتها لما جلست هنا. أنا جلست هنا بالظبط ساعتين. سبحان الله ولا إله إلا الله، المكان تحفة تحفة فنية. مكانه بقى أول حاجة الحمد لله رب العالمين إن أنا منسيتش وخدت الموقع وأنا هناك، بعته على الواتس عشان إيه أحط لكم اللوكيشن في أول تعليق مثبت للناس اللي تحب بقى إيه تطلع وتنبسط وتروح أماكن جميلة زي كده. إن شاء الله بإذن الله المكان هيعجبكم جدا جدا. أنا وأنا هناك ما كانش في حد خالص خالص، زي ما انتوا شايفين انا صورت من اول منزلنا لحد، طبعا انا ما اقدرش اجيب نهايه المكان ده لان نهايته الله اعلم فين، بس انا مشيت كده وايه وصورت فيه شويه ونزلت. قلت لا يا ام عبود لازم تنزلي وتستكشفي المكان بنفسك. نزلت، وعلى فكره هو مش غويط قوي يعني، والواحد نازل هيكون بس يعني يغطي رجليه وفوق شويه بس عادي يعني. انا نزلت وعادي جدا وما فيش اي مشاكل، وفي تحت ارض صلبة عبارة عن بصوا انتوا زي الحجارة الصغيرة بس صلبة، مش رمل متحرك او الواحد ممكن رجليه تغرز او الواحد لا قدر الله يطيح، لا ما فيش الكلام ده خالص، ارض صلبة وتقدروا تمشوا. انا نزلت ومشيت فيها رايح جاي عادي ما فيش اي مشاكل خالص. المية بقى يا جماعة عبارة عن بصوا يعني ايه مية باردة كده وجميلة جميلة جميلة. الأجواء هناك اللهم بارك قسما بالله يعني من أجمل أجمل الأماكن اللي أنا زرتها في الجنوب، بصراحة تحفة. أنا قررت إن شاء الله بإذن الله العظيم نيجي يوم جمعة كده، لأنه بعيد، شوفوا بيني وبينه بالظبط، أنا طلعت من أبها بالظبط ووصلت هناك أخب مني ساعة وربع بالسيارة رايح وساعة وربع جاي. طبعا إحنا رجعنا المغرب. بسم الله ما شاء الله، هنا على فكرة هنا أنا في المية، أنا ماشية لو لاحظتوا هتلاقوني أنا هنا ماشية في المية عشان الأمر طبيعي يعني، ما فيش في حاجة والأرض صلبة وما فيش أي مشاكل خالص. بسم الله ما شاء الله، بس الواحد ياخد باله برضو. المكان جميل يا جماعة جميل جميل. المكان ده بقى عايز إيه؟ عايز الواحد يكون واخد معاه أغراضه، يكون واخد معاه مثلا دجاج أو لحم ويشب ويشوي هناك، يولع حطب يولع فحم ويشوي هناك، او يا اما يعمل كبسه. المكان ده مش عايز غير كده، وباذن الله العظيم ان احيانا رب العباد وكنا من العايشين اني اسويها، نروح ونجلس ونسوي اكل هناك ونتغدى هناك.
بصراحة أقول لكم، مجرد سبحان الله، مجرد ما نزلت هناك ومشيت في المية شوية وجلست وصورت وانبسطت، سبحان الله، حسيت براحة نفسية عجيبة، قسما بالله راحة نفسية عجيبة. بسم الله ما شاء الله. المكان ده اسمه وادي بيشة. وادي بيشة زي ما قلت لكم هو بعد وادي بن هجبل. هنا انا في المية، بعد وادي بن هجبل بحوالي 7 كيلو. هتمشوا 7 كيلو، بس الطريق شوية صعب، الطريق فيه حجارة شوية وفيه لا إله إلا الله، يعني الطريق مش مسافلت، مش أسفلت، لا الطريق عادي، طريق تراب، بس هو حلو عادي يعني، بس الواحد ينتبه وهو ماشي. لكن المكان يا جماعة تحفة تحفة تحفة، اللهم بارك. زي ما انتم ماشيين كده شفتوا المية صافية وجميلة وباردة، بسم الله ما شاء الله، تحفة بصراحة تحفة. أنا كان نفسي أوصل للآخر، بس بصراحة خفت أضيع يعني، وإيه وانتوه والدنيا تليل علينا. هو جمال المكان ده اللي عايز يجيه من الصبح، يكون عامل حسابه هو وأهله إن هم هيطلعوا من الصبح ويروحوا، يبقى معاهم بقى أغراضهم وكده، يسووا غدا ويتغدوا هناك. والله العظيم يعني أقول لكم إيه، مفيش كلام يعبر. تقريبا دي موية مطر، بيتهيألي انها موية مطر جاية من الجبال، ينابيع، سبحان الله، بس ما نظيفة. والله يا جماعة مية نظيفة وزي الفل، زي ما انتم شايفين كده، هي باينة اصلا يعني، ولا فيها اي عكرة ولا فيها شوائب ولا فيها اي حاجة، مية نظيفة زي الفل. بسم الله ما شاء الله، شفتوا؟ انا شفتوا مية جميلة خالص وبردة وزي الفل، بسم الله ما شاء الله. شفت الخضرة اللي طالعة على الجنبين؟ أنا رحت هناك عند في النص ده ووقفت هناك في صخر الواحد يقدر يقف عليه، أنا مشيت لحد ووقفت هناك عادي، مفيش أي مشاكل خالص، بس زي ما قلت لكم الواحد بس يحاذر. الأرض صلبة، عبارة عن حجارة صغيرة بس صلبة، الواحد يقدر يمشي عليها وسهلة في المشي، مفيش أي مشاكل. والسما زرقاء كده وجميلة، بسم الله ما شاء الله. للناس اللي هتسألني، المكان ده يا جماعة موجود بعد وادي بن هجبل ب7 كيلو، اسمه وادي بيشة. أنا هسيب لكم اللوكيشن أو الموقع في أول تعليق مثبت تحت الفيديو ده، للناس اللي تحب تروح، للناس اللي تحب تستمتع، والله العظيم هتنبسطوا جدا جدا جدا. وبسم الله ما شاء الله، هو دائما بيبقى الناس هناك يوم الجمعة والخميس. أنا طبعا كنت رايحة يوم الحد، ما كانش في هناك حد خالص، احنا الوحيدين اللي كنا موجودين هناك. وزي ما انتم شايفين هتحسوا غروب الشمس خلاص على وشك تغرب، بسم الله ما شاء الله. دي ريم بنتي تقول لي هتقعي، مش هقع يا ريم متوكلة على الله، ان شاء الله مش هنقع يعني. شفتوا المنظر تحفة، بسم الله ما شاء الله. هي دي السياحة يا جماعة، هي دي الاماكن اللي الواحد يرتاح فيها نفسيا، بسم الله ما شاء الله. والجو هناك اللهم بارك، هدوء. بصوا للناس اللي بيعشقوا الهدوء، هدوء وجمال وطبيعة ساحرة وصخور، ما شاء الله المكان ده فيه صخور كبيرة جدا وأشكالها جميلة، بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين، الناس تقول لي بقى أوروبا ومش أوروبا، لا والله دولنا العربية فيها يعني فيها أماكن اللهم بارك تحفة، بس في ناس تعرف وفي ناس ما تعرفش. دي ام عبود وهي بتلعب في المويه، ما عليكم. المهم زي ما قلت لكم، نزلت والله ومشيت وانبسطت ولعبت في المويه، انا جاي انبسط يا جماعه، جاي انبسط واصور فيديو برضو عشان اوري الناس الجمال اللي في ناس كتير جدا ما عندهاش فكره عنه، بسم الله ما شاء الله. وخلي بالكم انا ما رضيتش يعني احوش الصوت بتاع المويه وكده، لا سبته، لان هو اللي هيدي الفيديو روح حلوه وجميله. صوت المويه كده بص، صوت جميل يعني، خرير الماء، بسم الله ما شاء الله. واسفه ان كنت طولت عليكم، بس والله العظيم يا جماعه المكان ده تحفه فنيه، اللي يحب يستمتع سيب لكم اللوكيشن في اول تعليق مثبت تحت الفيديو ده، ومش عايزه منكم اي حاجه خالص غير انكم يعني ايه تدعوا لي دعوه لوجه الله، وان عجبكم الفيديو تشجعونا كده بلايك، والسلام عليكم ورحمه الله. لا لا فيديو هذا